معكم نيفين ماضي من الإمارات. أنا مشاركة في مهرجان الخليج السينمائي الدورة الخامسة بفيلمين، فيلم داخل المسابقة، مشارك في مسابقة الأفلام القصيرة اللي هو لمحة من إخراج المخرجة نائلة الخاجة. والفيلم جدا بسيط، يتكلم عن بنت تعجب في شاب من خلال مجرد لمحة، إعجاب جدا بسيط. وتصير أحداث جدا بسيطة، هو مدته دقيقتين. ومشاركة في فيلم ثاني ظل البحر، فيلم طويل سي شادو للمخرج نواف الجناحي ومن كتابة محمد حسن أحمد وهو بطولتي. واليوم إن شاء الله العرض، نتمنى يعجب كل الجمهور. وتابعوا أعمالي من خلال مجلة صور الكويت.